وداك ولد الشينوي اللي نايض كيهضر واش هادي 50 تلحيت للزنقه. انا مشيت كريت باش نتغطى في الزنقه من الزنقه لحقتني للزنقه بلا حوايج. ماشي شي حد شي دم يتهبط عليكم جوج دمعات خاصكم تيقوا ياك مي. وكنتحدى تخرج بشي دليل. انا ما غنخرج بفيديو في يوتيوب باش نربح الفلوس على داركم. هذاك الفيديو كيدخل الملايين باش تعرفوا نتوما تفرجوا مسكين. شي ام غتجي عند يجي عندها شي حد وغادي يقول لها شي حاجه دونك حاجه باينه غادي تيق. هادشي انا ما قلتش انها غلطه. ثاني حاجه واش كاين شي حد كيخرج وكيقول بنته نصابه؟ واش عندك شي دليل؟ انا ما غادي نقول والو ولكن الواحد ملي كيهضر وخاص يكون عنده شي دليل باش يهضر. بصح ما كانش خاصني نخرج بداك الفيديو ونقول داك الشيء. وداك ولد الشينوي اللي نايض كيهضر واش داك النوع بحالك كيهضر؟ ماشي مشكل. انا نهار كامل وانا مبرده مور داك اللايف اللي درت فري ندمت ما كانش خاصني نخرج نهضر بداك الشيء. وانا اي حاجه قلتها في داك اللايف عندي عليها الدليل. دونك انا خرجت من غير اللايف باش نقول للناس سمحوا لي اللي قالوا لي علاش قلت هذيك الهضره والناس اللي جاوا هضروا معايا بلاتي. نكرتي خير امك المسخوطه. انا ما نكرتش خير امي. انا اخوان واحد الحاجه خصكم تعرفوها هذه 50 تلحيت للزنقه تحد ما سول فيا كلشي بلوكاني. تحد ما قالي واش كليتي واش شربتي. انا مشيت كريت باش نتغطى في الزنقه من الزنقه 5 ايام وانا في الزنقه. جا عندي شي حد قال لي يسرى كي دايره حوايج ومن الاخرين ما خرجتش بهم. لحقتني للزنقه بلا حوايج. انا خرجت للزنقه بلا حوايج وقالت لي الحوايج ما غتاخديهمش. حاجه اخرى بغيت نفسرها ماشي الواحد اللي كيجي ويلعب لكم على العاطفه خاصكم تيقوه. ماشي شي حد شي دم يتهبط عليكم جوج دمعات خاصكم تيقوه. راه انا راه بلا ما نهضر في داكشي اللي طرا اليوم وبزاف الناس قالوا العجب حيت كون سمعتوا على ودنيكم كنتو غتعرفوا. نتوما سمعتوا على طرف واحد ما غنلومكمش. دونك حتى انا كون طرا شي حاجه بحال هكا وسمعت لشي حد بلاتي نقراو مسخوطه تما حشومه عليك حيت ما درتي فيها ما يصلح. بلاتي ما درتي فيها ما يصلح. نتحداها تخرج بشي دليل انني درت داكشي اللي قالت اولا اي من نصب عليها. كنتحداها ياك مي وكنتحداها تخرج بشي دليل. يلا نخرج الدليل. انا فري مسخوطه امي. انا فري ديك الهضره عندها الحق. ولكن ما شوفوا حاجه اخرى. واحد قالت لك انا مقروحه من بنتي. واحد مقروح من بنته غادي يلبس لوغونج بالدرب لوغونج ويعكر كلشي على البوز. انا ما غنخرج بفيديو في يوتيوب باش نربح الفلوس على ظهركم. انا ما غنخرج ندير يوتيوب باش نربح الفلوس على ظهركم. هذاك الفيديو كيدخل الملايين باش تعرفوا نتوما تفرجوا مسكين. سمعتوا بلاد انت يربح على ظهركم الفلوس فهموها. هادشي انا اللي قلت وما عندي ما نقول اخر. وحسبي الله ونعم الوكيل. بنادم اللي بقى يهضر ما عندي ما ندير. انا اصلا بنادم طلع ليا في راسي. دونك انا ملي تلاحيت 5 ايام للزنقه حتى حد ما سول فيا دونك ما بقيتش كنعقل على حتى شي حد. ما بقى كيهمني حتى شي واحد صافي. بنت الكلبه خويا الناس اللي كيسولوا على نسيم. نسيم عندي سكرين واحد فيه كلشي وانا اللي قلتو لي حطيه غنحطو في ستوري. ما كنخافش. السكرين ديال البنت تتبكي وتتقول اش درت فيها هذيك وهذاك بلا ما نظهر السميه. هادشي اللي كاين ان شاء الله. السلام عليكم. ما عرفتي صراحه هاد ستوري هذا كيفاش غادي نبداه وشنو غادي نقول فيه اصلا. المهم بغيت نسول فيكم. كنتمنى تكونوا احسن. واخا صراحه اي جهه كندورو وجهنا ما كاين حتى شي سبب اللي يخليك تكون احسن. كاين غير الكوارث من اي جهه كدور وجهكم. ولكن كنقولوا الحمد لله حيت واخا حنا النفسيه ديالنا محطمه مع هادشي اللي كنشوفو في لي ريزو سوسيو كلشي ما هي والو بالمقارنه مع خوتنا المسلمين اللي
اللي كيجاهدوا بالالاف في فلسطين. وسبحان الله هذوك الناس ديما كنقولها ناس غير، يعني القوة اللي ربي سبحانه وتعالى أعطاهم والصبر وهذاك داك الإرادة القوية، راه سبحان الله الله يشوف من حالهم والله ينصرهم. ديما كنقولكم أي حاجة كتوقع إلا وكيكون فيها واحد الدرس وواحد العبرة، لأن حنا كتشوف الناس ما عندهمش الديور، ناس ما ساكنين برا، ما ساكنينش أصلا غير في الزناقي، ما عندهم لا سقف لا حتى شي حاجه اللي تحميهم، ما عندهم لا ماكله. كتشوف الدراري الصغار مساكن، انا الفيديوز ديال الاطفال الصغار عرفتو كيحرقوني في قلبي، كيحرقوني في قلبي اللي كتبدا تقول، يعني واخا كتعيا انا عارفه بلي بزاف ديال الناس كيبغيو باغيين يولدوا باغيين يكون عندهم ولادهم الى اخره، منهم انا، ولكن كتشوف بزاف ديال الاطفال سورتو في هاد الحرب ولا حتى بلا حرب اللي هما محتاجين شي واحد اللي يكون معاهم، شي واحد اللي يكون مكفل بهم، اللي يكون في جنب ديالهم. انا راه ديما كانت عندي الفكره ديال انني نتبنى او بالاحرى نتكفل بشي طفل، وفاش بديت كنشوف هادشي اللي كيوقع مؤخرا في فلسطين زادت عندي ديك القدره ديك الاراده. في الاول من ديما كانت عندنا الفكره ديال نتكفلوا بالاطفال، ولكن مع كنت كنشارك هذا الراي ديالي هذا مع الناس، كلشي كيقول لي لا داكشي فيه غير صداع، داكشي فيه غير تماره، راه غادي تندم. ولكن هادشي اللي وقع انا كنشوفه ميساج ليلي انا بالخصوص، داك الفكره رجعت حيت عندي من جديد، اللي كنقول كاينين بزاف ديال الاطفال اللي مشاولوا من الاباء ديالهم، خسروا العوائل ديالهم كلهم مشاو في هاد الحرب، محتاجين حتى هما يكونوا عندهم الاباء اللي يعتنيوا بهم. تا واحد ما كيستاهل العيشه فحال هكداك، وحنا خصنا نحمد الله على هادشي اللي عندنا. كيف ما كنا كيف ما كنا، سواء انا سواء نتوما، حنا كنبقاو احسن منهم بكثير من ناحيه ديال الظروف المعيشيه، وخصنا نعطيو اللي في جهدنا نهد الناس هادو. مؤخرا بديت كندخل تيك توك ورجعت تعلمت درس اللي هو كبير، سواء مع هادشي اللي وقع في فلسطين ولا حتى كنسا سوريا. انا مؤخرا رجعت كنتفرج تيك توك بزاف في اللايفات، وسورتو بالليل حسيتو كنلقى شي زعما شي العائلات الحاله اللي ساكنين فيها ما يمكنش تقول ساكنين، زعما واحد الظروف ديال العيش اللي هما فيها، عرفتو راه قلبي كيحرقني بزاف، حيت واخا هادشي اللي ربي عطاني راه رزق من عنده، ربي اللي كيعطي الرزق وربي اللي كيحيدو، ولكن كتحس بحال واحد جيلت، واحد نوع ديال التأنيب الضمير، ملي كتشوف راسك باللي عندك هاد الامكانيات كلها وكاين ناس وحدين اخرين ما عندهمش حتى 0.0001 من داكشي اللي عندك، وهكذاك حنا ماشي مقتنعين وماشي قانوعين باللي عندنا. والله العظيم الا عيني تفتحوا لي على بزاف ديال الحاجات، وكنتمنى حتى نتوما. عندي بزاف ديال الحاج اللي بغيت نهضر عليهم في راسي، وما الكلمات تخونوني، ما عرفتش كيفاش نوصل لكم هادشي كامل اللي كيدور لي في الدماغ ديالي مؤخرا. المهم الواحد يعمل جهده، يعاون الناس، يحمد الله على داكشي على الرزق اللي ربي عطاه، ويتفكر بلي كاين الناس، العيشه اللي راك انت عايش ولا العيشه اللي انا راه عايشه راه حلم عندهم بالنسبه ليهم. نعاونوا باش ما قدرنا، نعاونوا بالدعاء بالفلوس بالبارطاج. هادشي اللي كيوقع ما سكتوش على الحق، سواء تخسروا الكونت ديالكم ولا ما تخسروش الكونت ديالكم، راه داكشي كامل نساوه. اللي كيهم هو الواحد ما يسكتش على الحق، يبارطاجي قدر المستطاع. انا ما كتبش عليكم مؤخرا، كنحاول انني ما بقيتش كندخل بزاف في انستغرام حيت عييت، نفسيتي عيات، ما بقيتش قادره نزيد نشوف شي حاجه. رجعت فيا بحال واحد الخلعه، كل ليله كنقول الله يحفظ شي حاجه غادي توقع، الله يحفظ اليوم شي حاجه غادي توقع، غدا غادي نسمعوا شي حاجه. اوف الله الله يعمل تاود الخير، الله يلطف بخوتنا الفلسطينيين، والله يصبرهم ويا ربي يعطيهم القوه اكثر من القوه اللي عندهم، وحنا ما نقصروش من جهدنا، اي حاجه كنقدروا نعاونوا بها نعاونوا بها. والدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، لانه
والله ما بقيتش قادرة نهضر، بغيت نوصل غير واحد الجملة مفيدة، ما عرفتش كيفاش نهضر. وبالنسبة للناس خوتنا اللي في المغرب، تاع الكوارث هادو اللي كيوقعوا مؤخرا، قلوبنا معاكم، ردوا بالكم على راسكم و stay safe. مجلة لالا العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.